يعني الطائي مقتنع انه خسران 2-1 وبيلعب 10 خلف الكرة، خايف من الخسارة الثقيلة. اي مستوى وصل له الهلال هذا الموسم يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان، حياكم الله، معاكم احمد واخوان، واليوم جانا لكم فيديو جديد، فيديو ردة فعل على مباراة، على ملخص مباراة الهلال مع الطائي، الهلال ضيف ثقيل على الطائي في حائل، مباراة كنا نتوقعها صعبة للهلال ولكن الحمد لله رب العالمين، أهم شيء 3 نقاط. طبعا صورت على ملخص المباراة لأنه للأسف نحن هون في تركيا يوم الجمعة يوم عملي يا إخوان، وعملي ينتهي الساعة 7، دخلت مباشرة على البيت، بدأ الشوط الثاني، صورت الشوط الثاني ولكن للأسف الشوط الثاني كان بدون أهداف، نصيب سبحان الله، الأهداف جت في الشوط الأول، ولكن الحمد لله أهم شيء تحقق فوز الهلال، يستمر بالصدارة، فارق 7 نقاط مريح، كنا نتوقعها مباراة أصعب من هيك، ولكن الحمد لله أهم شيء 3 نقاط أخذها الهلال من حائل. فلا تواخذونا يا إخوان على الفيديو اللي راح ينزل متأخر شوي، حقكم علي، وإن شاء الله مباراة التعاون بإذن الله نصورها، وبإذن الله تأهل للزعيم إن شاء الله. خلينا ندخل، لا تنسون يا اخوان لايك شير اشتراك الكومنت، ضبطوا لنا اللايكات والاشتراكات اهم شيء يا اخوان. الهلال طبعا بالتشكيله المعتاده، فقط اراحه ميشيل يلعب مكان اليوم سلمان، سابيتش يلعب مهاجم ثاني خلف المهاجم خلف ميتروفيتش، تشكيل على ما هي، تنبكتي طبعا مكان البليهي الموقف، الهلال بتضغط، سالم يا سالم يا سالم، ياهو هدف سجله سالم يا جماعه، ياهو هدف سجله سالم على طول. سالم ما يحب الاهداف العاديه، يحب الاهداف اللي فيها حركه، فيها لمحه. شوف الهلال ضاغط من بدايه المباراه، والله ما حدا يقدر على الزعيم. يا الله التسديده يا مي كوليبالي، يا كوليبالي يا كوليبالي، شو التسديده هاي يا اخوان، والله العظيم الهلال يعمل شيء بالمنافسين بالخصوم مش طبيعي. كوليبالي مع البلي، انفراد مترو، يا الله يا الله يا مترو يا اخي، مترو بالقدم والله مترو، اعطي عرضيات اعطي عرضيات او فرص امام المرمى ما فيها شيء. شوف تمريرة سافيتش، سافيتش رهيب يوم اللي يلعب يا اخوان، كسبنا صانع لعب من طراز عالي والله العظيم. شوف هذا الهدف يا الله يا سالم، قلت لكم من سلمان الى سالم، اوهو بذكريات ذكريات اسيا في اليابان، ذكريات خليل البلوشي من سالم الى سلمان، اليوم من سلمان الى سالم، يا الله هدف ولا اروع يا اخوان. سالم كالعاده كالعاده، سالم ما يحب الاهداف العاديه، اهدافه على طول استثنائيه على الطاير، المدافعين كلهم خايفين من ميتروفيتش، تقريبا 3 مدافعين يعني عينهم على ميتروفيتش، سالم اجى من ورا، شوف القادمين من الخلف، شوف 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 شوف، خلاص المهاجمين المدافعين كل عينهم على ميتروفيتش، سالم هو اللي قدر يستفيد. يو والله شوف شوف سافيتش، شوف سافيتش يلعب بين الخطوط، سالم بعيد على سالم، بعيد يكملها لسه فيها، وين ابو راس؟ يو وين ابو راس؟ وين مترو؟ يا الله الهلال ما مستحوذ ضاغط، يعني الامور لوز بالنسبه للهلال ما شاء الله. شوف مالكم شوف مالكم شوف مالكم يا ولد يا ولد يا ولد، والله اللعب حاليا لعبوا ب 25 متر يا جماعه، لحد الان ابونا ما شفناه الهدف كيف سجلوه، والله لو ما تسديده من بعيد وخدعت الكل، يعني خدعت بونا وخدعت الدفاع ولا صعب. شوف مترو الهدف الثاني، ميتروفيتش ميتروفيتش يا رب صراع على الهدافين، ايش تعال يا اخوان، انجودو اللي متوهج هذه الفتره 13 هدف، ميتروفيتش صار عنده 14 هدف، كريستيانو امبارح سجل هدف 16 هدف، راح نشوف صراع على صداره الهدافين حامل وطس بين رونالدو وبين الملاحقين ميتروفيتش انجودو بنزيما، لولا الاصابات كان شفنا اكيد صراع على لقب الهداف. ضربة جزاء واضحة وصريحة يا جماعة الخير، اي نعم هون كأنه مش ها، هذا هدف ال هدف ال يا الله ياهو هدف، يا الله ياهو هدف، والله اقسم بالله محظوظ يا زلمة، والله محظوظ. صحيح بونا متقدم انا ما بقول لك، بس الكورة كيف نزلت من فوق بونا يا رجل، لو والله لو يعني قاصدها ما راح تنزل بهالطريقة هاي. شوف كيف نزلت الكرة، شوف حتى الكرة، شوف كوليبالي سلمان حاول يقطع الكرة،
كيف سدد؟ والله تسديدة واحد يعني يأس من الكرة، مش قادرين يوصلوا على بونو الهدف، هو عم يتحمل مسؤوليته بونو، ولكن في ده ألف هدف يعني. ياسين بونو أفضل حارس مرمى في العالم، أنقذنا في لقاءات كثيرة جدا 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 يعني، في ده ألف هدف والله. بونو أسد أطلس. على فكرة هدف التسلل مش موجود يا أخوان، واللي هو هاي تسلل هاي شفتها أنا بالشوط الثاني، هاي شاهدتها مباشر. هذه التسلل كانت على أتوقع متروفيتش، هدف التسلل يا أخوان اللي لنيفس، طبعا هدف صحيح 100%. هو بدايته كان تسلل، هو في تسلل على متروفيتش، تسلل واضح، ولكن مثل ما شفنا الخبير التحكيمي برنامج اكشن يا دوري حكى لك انه الكره خلاص لعبت وصارت لعبه ثانيه لانها قطعت من دفاع الطائي، فالمفروض حكم الفار ما يراجع الكره. يا الله يا سافيتش القائم 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 يا اخوان، وجود سافيتش مع متروفيتش بمنطقه الجزاء اعدام للمدافعين، اعدام للفرق المنافسه، مجرمين سفاحين مش طبيعيين ما شاء الله. يعني شوف سافيتش وميتروفيتش كيف توقفهم بالكرات العرضيه والهوائيه، شوف يا رجل والله لو توقف ست مدافعين قدامهم يعني صعب توقفهم، اذا توقف على كل واحد منهم ثلاثه راح يسجلوا وراح يخطروا على المرمى. ما شاء الله تبارك الله. مثل ما قلنا الحكم حرم الهلال من هدف واضح وصريح، كون اللعبة اجت من مدافع الطائي، الكرة اجت من مدافع الطائي وصارت لعبة جديدة، فالمفروض الفار ما يرجع بداية الهجمة للهلال. ولكن الحمد لله مشي، تحقق الفوز 2-1. كان في فرصة خطيرة واحدة للطائي في المباراة، هي تقريبا بدقيقة 80 عرضية، سعود كان متأخر وغافل عن المهاجم في التغطية العكسية، كان ممكن يكون فيها حكي ثاني، لكن الحمد لله رب العالمين عدت على خير. هذه الكرة اللي أحكي عليها بدقيقة 73 يا عدت على خير، هذه الكرة الوحيدة الخطيرة في اللقاء. غير ذلك أشوف يا إخوان إنه الطائي كان مقتنع بالخسارة، كان مقتنع بنتيجة 2-1 والله. يعني أنا شفت الشوط الثاني الطائي كان مقتنع بنتيجة 2-1 خسران، لأنه ما هاجم يلعب، يعني هو خسران قام يلعب بعشرة خلف الكرة، قام يدافع الكل في الكل. جيسوس وهو فايز 2-1 في الشوط الثاني خرج سلمان ودفع بميشيل عشان يضغط ضغط عالي أكثر، عشان يهاجم أكثر. بعدها آخر 10 دقائق لعب كنو عشان شوي توازن بين الدفاع والهجوم، لعب كأنه بجانب نيفس. غير ذلك شفت الهلال يسير وحده يعني في الدوري. شوف هذه فرصة ناصر تسديدة كان ممكن يلعبها لميشيل، كان ممكن يلعبها مع سعود عبد الحميد، فضل التسديد، فضل يسدد ناصر الدوسري، رغم انه كان ممكن يلعبها عرضيه، كان بالامكان افضل ما كان. يا الهي يا الهي يا هلال يا اخواني، الهلال وصل لمرحله خلى الفريق المنافس يلعب بارضه وبين جمهوره، خلاص مقتنع بالخساره 2-1 يعني. شوف الهلال لاي مرحله وصل الهلال هذا الموسم، يعني الطائي مقتنع انه خسران 2-1 وبيلعب 10 خلف الكرة، خايف من الخسارة الثقيلة. اي مستوى وصل له الهلال هذا الموسم يا جماعة؟ الحمد لله رب العالمين، اهم شيء تحقق الفوز، 3 نقاط ثمينة، والضبعان قال بنسوي شيء امام الهلال، ولكن يا الضبعان فريقك ما لعب كرة قدم بريالين. الهدف من خارج منطقة الجزاء وفرصة واحدة في الشوط الثاني كانت للفريق، غير ذلك مثل ما قلت لك محظوظ الطائي خرج بنتيجة 2-1، كون الهلال يفكر كمان بمباراة التعاون، ما كان ند أبدا للهلال فريق الطائي، محظوظ طلع ب 2-1 وتحسه مبسوطين، مدرب مبسوط انه طلع ب 2-1 امام الهلال، مقتنع بالنتيجة، ما هاجم ما خاطر، لانه لو هاجم وخاطر راح تكون نتيجة كبيرة. لا تنسون يا اخوان لايك شير اشتراك الكومنت، ولا تاخذونا مره ثانيه لانه للاسف ما قدرت اتصور الشوط الاول، نعوضكم ان شاء الله في المباراه القادمه امام التعاون.
تحياتنا لكم والسلام عليكم.